السلام عليكم، أنا حماد دوسري من إدارة التعليم المنطقة الشرقية في مجال علم المواد. مشروعي هو تحويل المخلفات البترولية إلى مادة الجرافين، ويهدف إلى تقليل كمية المخلفات البترولية عن طريق تحويلها إلى مواد أكثر فائدة لنا إحنا كبشر. كوني جزء من هذه الرحلة العظيمة اللي هي رحلة إبداع المؤدية إلى آيسف شرف لي، يعني الشعور فخر وانتماء واعتزاز إن لي فرصة أن أطلع وأمثل المملكة ولرفعة هذا البلد اللي يستحق منا جزيل الشكر والثناء. غالباً في مستقبلي الوظيفي راح أدخل في مجال علم المواد، لأن أنا صراحةً وقعت في حب هذا المجال، خاطري أنه يكون لي اكتشاف يشيد به وأنه يذكر مستقبلاً. كل شخص يطلع على مسرح إبداع خلفه جيش من الناس اللي كانوا مساندينه، سواء كانوا من وزارة التعليم أو من موهبة أو من والدينه أو حتى من الجهات البحثية اللي دعمته. فأنا أقدم لهم الشكر الوافر، لأن هم الناس الذين يستحقون هذا الشكر، ولولاهم بعد الله سبحانه وتعالى لما وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم.